اسباب كثيره كتخلي رائحه المطبخ ديالنا ما زويناش، وغادي نبداو بالمسببات ديال هذه الرائحه. آلة الصبين، باش نحيدوا هذه الرائحه اللي كتنتج على آلة الصبين غادي نحلوا الفلتر اللي كيكون لتحت، وبواحد الخلطه اللي سهله غادي نضفوا بها اللي كتكون دو طاس ديال الخل، سواء ديال التنظيف ولا الخل عادي، غادي نضيفوا ليه واحد الكميه ديال المسحوق ديال الاواني، وغادي نخلطهم مزيان مزيان مع واحد الكميه ديال الماء. غادي نرشو هذاك البلاصه الفلتر اللي كيتكون فيها دوك البكتيريات وكذلك الرائحه كريهه، غادي نضفو هذاك الفلتر مزيان، كذلك هذاك المجير اللي كي ديال الاله الصبين اللي كنحطو فيه المسحوق الصبين غادي نغسلوه مزيان مزيان بنفس الخلطه، يعني من الداخل ومن على برا غادي نشلوه مزيان، وكذلك غنشفو مزيان مزيان باش كننقضيو على دوك الروائح كامله. كذلك بنفس الخلطه غادي نمشيو هاد لي جوان هادو، غادي نحاولوا بشي شيتا او لا غير بيدينا، وغادي نحكوهم مزيان كذلك آلة الصبن من الداخل. من بعد هذه العمليه غادي ناخذوا كميه ديال بيكربونات الصودا غادي نخويوها على دوك لي جوان، وغادي نديروها حتى من الداخل ديال آلة الصبن، غادي نديروا معاها كميه ديال الخل ومسحوق الصبن، وغادي نخدموها على تنظيف سريع سريع جدا باش كينضفها واحد التنظيف عميق حتى من الداخل. كذلك من على برا غادي نحاولوا نمسحوها كمسيحه خفيفه، كتبقى لينا آلة الصبن ديالنا زوينه ونقيه كذلك، وما كتجمعش لينا الروائح. هذه العمليه يعني نقدروا نديروها كل فتره وفتره، يعني كل 10 ايام او لا كل 15 يوم، وصافي كنكونوا تخلصنا من الرائحه اللي كتكون لينا في آلة الصبن. وتدبيره ثانيه هي اللي كتخص مسببات الروائح الكريهه بالنسبه لابوبيل ديالنا، فبالنسبه لابوبيل اللي كتكون داخل المطبخ كذلك كتجمع لينا واحد الرائحه واخا كنكونوا كنتخلصوا من الازبال. كذلك غادي نقدم لكم تدبيره باش نتخلصوا من الرائحه الكريهه اللي كتكون في لابوبيل عندنا. الا كان عندنا معطر بحال هكا يعني كيتباعوا في الاسواق الكبرى، الا كان عندنا نقدروا نمسحوا يعني بنفس الخلطه اللي قدمت لكم قبيله، وغندير واحد الكميه ديال المعطر، غادي نديروا البلاستيك ديالنا وغادي نحطوها، يعني كتعاون بزاف القضاء على الرائحه الكريهه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المعطر فنقدروا نستعملوا الزيوت الاساسيه، كذلك كتعطي واحد المفعول يعني زوين كيخلي لنا رائحه زوينه وسط البوبيل ديالنا. زيوت اساسيه خزامه الحامض او الفاني يعني بالطريقه اللي بغينا. عموما في هذه الخلاطات اللي قدمت لكم يعني كتخلي المطبخ ديالنا نقي، يعني ريحه النقاء فيه باستخدام خلاطات اللي ساهله كيف ما قلت لكم. العنصر المكون الاساسي فيها اللي هو بيكربونات الصودا، كذلك الخل، خل التنظيف كيتباع خل نضيف، الا ما عندناش نديرو خل ابيض اللي عادي جدا، وكيف ما كتشوفوا كندوزو على كاع المطبخ ديالنا بنفس الخلطه، وكنغسلو يعني كيعطي واحد النتيجه اللي مذهله، نتيجه اللي طوب، وكيخلي لنا المطبخ ديالنا كيبقى نقي 24 ساعه على 24. ستيوس واحده اخرى يعني بالنسبه لآلة الصبين، فاش كنخدموا السيستم يعني ديال تنشاف آلة الصبين كنرميو معاه واحد الفوطه اللي بيان سور كتكون نقيه، وكنرميوها معاه، وعاد كنخدموا السيستم ديال التنشاف باش كيخلي لينا الحوايج يعني كتمص لينا هذوك الروائح اللي تيكونوا في الحوايج، وكذلك كينشفوا بسرعه كبيره. استيس واحده اخرى بالنسبه للثلاجه ديالنا، فكيف ما كتعرفوا حتى الثلاجه الا تعطلنا عليها فكنلقاو في التكونات فيها واحد الرائحه. كذلك استيس اللي تدبيره اللي بسيطه جدا، فاما نفس الخلطه يعني كناخذوا نيت الخل وبيكربونات الخل وبيكربونات الصودا، وكنبداو كنمسحوا يعني الثلاجه كامله من الداخل ومن على برا. هاد لاستيس كيف ما كتشوفوا كنديروها بالنسبه للزليج، سهله بزاف بيكربونات الصودا، وغادي نزيدو عليها كميه ديال الماء، غادي نخلطو مزيان ونخويو على هذوك لي جوان ونخليوها واحد المده، وغادي نحاولو ناخدو شي بروسه رقيقه اولا شيته ديال السنان وندوزو هذوك لي جوان نخليوهم واحد المده، وغادي نبداو ندوزو على الكارلاج ديالنا، كيرجع في الصراحه نقي كيشعل وكيحيد لينا حتى هذوك لي طاش اللي تيكونوا يعني باينين في الزليج.
مكان مهم حتى هو كيتكون فيه الروائح الكريهه اللي كنساوه بعض المرات يعني على مده شحال وشحال، هو البلاصه اللي كتكون مورا الثلاجه. يعني ضروري خص كل فتره وفتره نجروا هذيك الثلاجه ديالنا نحيدوها، وغادي نلقاو الغبره اللي كتجمع لينا بهذه الطريقه اللي كتكون كتخلع. في الصراحه بالنسبه للناس اللي عندهم هذا النوع ديال ليسبيغاتور فغادي يسهل عليهم يعني الطريقه ديال التنظيف. الناس اللي ما عندهمش فالطريقه العاديه كافيه هو ان ناخذ واحد الشيته وغادي نبداو نحيدو بعدا هذيك الغبره حتى في اللور ديال الثلاجه، وغادي نبداو باستعمال المسحوق اللي عادي ديال الاواني اولا جافيل يعني نخلطوهم، وغادي نبداو نحاولوا نحكو كاع الاماكن اللي تيكونوا من مورا الثلاجه، سواء الكغلاج سواء يعني من مورا الثلاجه غنحكو بهذه الطريقه مزيان مزيان باش تنحاولوا نقضيو على هذيك الرائحه. هذه العمليه ضروري كتكون لنا الغبره وكتكون لنا حتى رائحه ما زوينهش يعني مع مرور الوقت. ضروري نديروا هذه الطريقه هذه باش كتبقى لنا داك البلاصه مورا الثلاجه كتبقى لنا نقيه كتشعل يعني هذه كدار هذه المساله دي مره في شحال نقدروا نديروها وكتبقى محافظه لنا على رائحه مزيانه. كذلك الواجهه ديال الثلاجه فكنغسلوها غير بيكربونات الصودا مع شويه ديال الماء، كنديروهم في واحد البخاخ وكنحاولوا ندوزوا على الثلاجه يعني كامله من على برا. لافيسيل كذلك فضروري الا كنستعملوها كل نهار وكنغسلوا فيها الاواني ديالنا كل نهار فالا سهينا عليها فاكيد كتكون فيها حتى هي واحد الرائحه. هادشي علاش خصنا يعني نديروا واحد النظام وكل فتره وفتره غادي نحلوا لافيسيل ديالنا. خلطه واحده راه كتهنيكم جميع الروائح. نفس الخلطه كنجبدوا لي بياس ديال الفلتر كذلك ديال اله غسل الاواني وغادي نحاولوا يعني نرشوهم ونغسلوهم مزيان مزيان، نخليهم حتى ينشفوا ونشفوهم باستخدام بروسه او لا يعني يدويا بالطريقه العاديه، وغادي نحاولوا يعني نشفوهم وردوا كل حاجه لبلاصتها هكذا حتى نضمنوا حتى اله الغسيل في الاواني ديالنا كتبقى نقيه وما كتبقاش فيها ديك الرائحه المزعجه. كذلك بالنسبه للثلاجه فهذه شي حاجه ضروريه اللي كيديروها كاع المغربيات اللي كنعرفوا، ضروري كل فتره وفتره كنخرجوا كل شيء يعني بالنسبه للناس اللي عندهم ثلاجه كنديبرونشيوها وكنحيدوا منها يعني الثلج وكنبداو في لي بياس نغسلو يعني بطريقه عاديه كنغسلو مسحوق عادي. بالنسبه ليا انا ما كنديرش جافيل لان كيبدل اللون ديال البلاستيك داخل الثلاجه، وكنبداو نغسلوه بطريقه اللي عاديه عاديه كنخليوها تدخل ليها الهواء شويه ما كنسدوهاش مباشره وكنشفوها مزيان نخليوها حتى تكون اي غير مزيان، وكنبداو كنرجعوا ليها البيس ديالها بطريقه عاديه هكذا لان كنتخلصوا حتى من الرائحه اللي كتكون لينا في الثلاجه. كذلك في البلاكارات ديالنا فاكيد مع مرور الوقت حتى هما يعني هاد الاماكن كيشدوا لينا بعض الاوساخ وبعض يعني المواد اللي كتكونوا لينا في هاد البلايص اللي كيكونوا صعاب شويه باش نقيوهم. دونك هنايا الا كانت عندنا شي بغوصه الكتريك قديمه فنخليوها لهاد الاماكن هادو اللي الصراحه كتنقيهم مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا اماكن اللي صعيب اننا يعني ننقيوهم بطريقه اللي عاديه، هنايا باستعمال اكيد الخلطه السحريه اللي كنسميها انا اولا بيكربونات الصودا مع الخل الابيض كندوزوا على هاد الاماكن حتى في البلاكارات خصوصا اللي تيكونوا فيهم هذوك السكات. هاد العمليه كنديروها مره مره وهكذا بهذه الطريقه كنتخلصوا من جميع هذوك التكتلات اللي كيوحلوا لينا في هذوك البلايص دوك البلايص بالضبط. والفرن كذلك من بين الاجهزه اللي كتكون فيهم الرائحه الا ما نقيناهمش يعني بواحد الطريقه اللي دوريه سواء كان فرن يعني كهربائي او لا فرن اللي عادي فحتى هو بنفس الطريقه. الخلطه السحريه غادي نحاولوا نحيدوا ليه الشبيكات ديالو نحيدوا ليه كل شيء والزجاجات ديالو بالنسبه للفرن الكهربائي وغادي نرشوه بالخلطه السحريه. غادي نحاولوا نستعملوا البروس كما قلت لكم تكون رقيقه بزاف لان تيكونوا اماكن اللي كيوحل فيهم دوك البقايا ديال الخبز خصوصا ديال الخبز، وغادي نبداو نرشو مزيان ونشفو وندوزو واحد الحكه اللي خفيفه ومن بعد راه غادي نشفو ونردو لي بياس لبلاصتهم. صراحه الطرق هادو زوينه بزاف نتمنى تجربوا ولو وحده منهم وتجاوبوني يعني في لي كومونتير. هاد الطريقه كنضمنوا بان كتخلي لنا المطبخ ديالنا فيه رائحه زوينه زوينه بزاف وحتى حنا كنستمتعوا فاش كندخلوا لهذا المطبخ. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. نتمنى ان شاء الله تخليوا لي لايك ديالكم التعليق. قول لكم سلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.